تاء التأنيث المرفوعة: المرأة ليست نعجة وما كانت في ورطة، فلا تجلدها بالقول المنحط ترفع عن لغة منحطة، ولا تقذفها بالسوء لتفتعل الضجة. المرأة تأتي من أفعال الرجل ورغبته الفجة. المرأة ليس لها ذنب إن دفعتها الدنيا مرغمة نحو المجهول وجرتها الحاجة. المرأة يا أنتم سكن ومودة رحمة. تاء التأنيث المرفوعة بالأمة: تضحية إبداع همة بحر ترقص فيه الموجة. المرأة والحق يقال: فن وجمال تقدير حب إجلال، ولولاها ما كان لعمر الله رجال. فلا تظلمها أبدا يا أنت، وكن منصف، وها أنت حنانيك بها تعرف قرة عين الرجل، ويا سلمت عيناك المهجة. المرأة ليست حشرة لتدوس عليها وتكيل لها اللعنات القذرة المرأة وطن، مجتمع، أسرة، طفلة وفتاة، وهن قلب ينبض بالحب، قوارير الدنيا، هبة الرحمن لكل البشر، وتحت نعال المرأة جنة. المرأة أمي، أختي، أم أبيها ماذا والزوجة. المرأة وأقمت عليك الحجة حب وحياة. المرأة كرمها الله، والرجل بدون امرأة لا شيء، ولا شيء سوى المرأة يرعاه. مبروك المرامي، اليمن.